بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نبدأ معاكم في جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي. هنبدأ جولتنا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، اما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. ولو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي فيه كثافات مروريه متحركه بتفضل مستمره لحد العباسيه، وهنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي برضو فيه سيوله مروريه. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة، وظهرت كثافات متوسطة في اتجاه الآخر إلى وسط المدينة. شهد كمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل وبعد النزلات، وكمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. بيفضل كمان المتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى إسفنكس، وبكده هو هيتلاشى أي كثافات مرورية. لكن الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية اللي الدائري فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وامبابة. بالنسبة لمحور صفط فهو بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. ناخد بالنا ان كل شوارع الجيزه والمحاور مراقبه بكاميرات المرور، عشان كده لازم نلتزم بسرعات المقرره وربط الاحزمه وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح معاكم لمحافظه القليوبيه، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل طريق الدائري لكن اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. مكملين جولتنا ومع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب شوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.